انت ما حضرت الدعايه اللي عملناها نحن؟ لا لا ولو والله بتعرف احضر لك بحكي احضروا هالمقلب روح 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 يلا روح لا 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 الصرصور لا بتدعس عليه قرب هيك قرب هيك قرب هيك لا 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 لورا 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 بتخاف من الصرصير؟ كثير اوكي بتخاف من الصرصور؟ انه لا عادي اوكي على مهلك نط على الدرجتين ونط انت نط درجة ايوه مدام اطلعي على اذا بدك احملها لا 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 قربي قربي ماشي عليها بس احملها 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 ايوه قرب قرب خليك 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 قرب مشي معي مشي معي مشي معي اللي عندي على مهلك عمان لحقنا 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 كله صرصير قرب مع بق ودبان وامل لا امل ليه حملها هيك شو عروس حطها شوف هيك زلمه ما قلت لي لا هونيك كرمال الصرصير ليه جاي فيها هيك كيفك تفضل كيفك تمام شرب اللي بعتك ايه من قبل شرب ماشي الحال ايه ما هونيك خاف من الصرصير ايه صراحه لا مش هرد انا من على بكره اكل فلافل فايته وعلقت في طلع صرصور قتلته على بكره امبارح بق مليان الدنيا بق كمان قتلته في نمل في دبان في سيبان جنن عادة ما بترشوا المحل دقيت لاشتقر اوكي ايه هن مفروض يمشي الحال هن هلا بعد ما اجوا هن هلا نحن الصراحة جايين نسأل عن بدنا بدي شي مرتب قالوا لي عندك اسعار حلوة مواصفات حلوة ما عم لاقيها في دبانة إلها من على بكرة راسي براسها ايه شو بدكم مثلا هيدا تقريبا قديش سعرها لا 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 شفت كيف هون هون قتلت واحد من يومين قربة اسود طيار قربة هيك قربة تخاف من الصرصور زيحها هيك لانه هون ان بعد نهايته بيكون بعده مقطع شو المواصفات هون شوفها اذا بدك هون هاي مواصفاتها انا قلت مات لحظه خلي خلي لا بدي اقتل كل الدبان انا اذا ما مخلى وكر الدبين يندموا على مجيتهم انا وراسي بس مش علي يعني ما دقيت لاشتقر هن يجوا يطهروا بعد ما اجوا شوف هيدي اذا بدك هيدي خلينا نقارن الاسعار نحن بهمني يعني قرب شوف هيدي السعر ما حنختلف شوف لي هيدي شوف لي هيدي هلا هي احلى من هديك لمره خليك مثل ما انت خليك انت ببشر شو هي كنت ايش بوشي خلي 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 يا بس صار شو عم بصير ما علي ما بأثر لو اجت عليه برغشه ما حيصير شيء زبون اوعى تدقه شوكه كيف اذا برغشه والله لا اقبره ايه بس عاني وراسي عاني وراسي بس والله مش تطلع وشي علي نمله ميته ما راح خلي ما علي ما بأثر فوتي خلص اعطيني عنك كنت استفل انا والدبان تبعي قرب شوف هيدي خيي هيدي منيحه انا ما بعرف بنصحك بهيدي شفتي دوماس شو الاسم الكريم ميرا سعاد شفتي هيدي حمراء شو فيها يا ابني هون يا زلمه شو الاسم الكريم؟ حازم حبيب القلب يا ابو ميش ميشيل شوف لي هيدي انت وسعاد اذا عجبتكم بعد هلا ما عرفنا ولا وحده قد سعرها ايه بعد ما عرفنا ولا وحده قد في 40000 في 45000 في 50000 وفي دبانه كانت لا شوف هيك ليه عم تعمل هيك؟ لا ليه؟ ما بصير ما عم بفهم انا ليه عم تعمل هيك شو السبب؟ لا فل انا ما بشتري لا حسيت من اول ما فتنا انه عم تشارع عن موضوع الحشرات نحن بعد ما سالك شيء الا عن هدول يعني بس انا شو صاير لا مش هيك احكيك الصراحه دقيت لاشتغل اكثر من انا عم تساعدهم دقيت لاشتغل يجوا يطهروا بعد ما وصلوا بخاف من اللي بصير ايه هون كان في واحد لا كان في واحد امبارح قتلته قبرت لك اياه قبر انا غرامه قدر في دبان وسيبان وبق ونمل وصرصير بدي اياك تركز معي مش مع الدبان بدي تقول لي المواصفات شو صاير يعرف يشتري انا كمان بح شوف لي هيدي عمل معروف شوف هيدي بوزها انت تطلع ببوزها طلع ببوزها هي شربي اللي اهتم فيكم ما تاخذوني شوف لي هيدي بس هيدي النملة هيدي النملة هيدي النملة اسمها سعاد لا 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 نحن من وعي تعيش وتاكل غيره تعيش وتاكل غيره شو عم ترشوا تعملنا ريحه اليو شو اتفقنا مرخيه لا هيدا دواء ناتورال 100% نحن بنجيبه من امريكا ومن اوروبا
safe to use around pets and children. فينا نعرف شو اسم الشركة اليوم؟ هي كان اسمها بوير، صار اسمها شتاجر. عملنا فول ريبراندينج للشركة. هيدا بس حتى ما يفكرونا عم نلعب على غير شركة، ما بدنا نسميها، المهم غيروا الاسم، إن شاء الله ما هن هلا يلحقوكم بالاسم. لا، نحن كل واحد بياخذ بزنسه بالحياة، أهم شيء نحن بنشتغل كل شيء خاصه بيست مانجمنت وديس انفكشن، يعني صيانة المبيدات والتعقيم. نحن بنشتغل بنطاق معين، يعني نحن بنخلي جو غير مناسب للحشرات. ادويتنا كلها من امريكا ومن اوروبا، ونحن هلا فتحنا براند جديد كمان اسمه ناين جارد. بدها تعمل طوشه كبيره هيدي. هلا انت عامل طوشه حبيب قلبي. فهيدا البرودكتس نحن جبناه هون، دو ات يور سيلف بس كنترول. العالم هي بتروح بتستعمله، بترش بالبيت عندها، ونحن اذا بدنا نحن نروح نرش، نحن كمان جاهزين نرش. في شغله اساسيه عم بسالك عنها، انت اليوم بترش للحشرات كمان بترش للتعقيم؟ مزبوط 100%. نحن اثنيناتهم، ونحن فينا العالم هي تعقم بيتها وهي ترش، وفينا نحن نروح نعمل السيرفيس. خدمتنا سريعه نفس النهار يا ثاني نهار ماكسيموم.